السلام عليكم، عاملين ايه؟ الفيديو بتاع النهاردة هيكون عن الأنف، وانا عارفة ان الأنف عامل أزمة لمبتدئين كتير، فان شاء الله الفيديو ده هنحاول نبسطه شوية. بس قبل ما ندخل في الفيديو حابة بس اشكركم على كل التعليقات الحلوة اللي انتوا كتبتوها لي في الفيديو بتاع العين، وكمان اقول لكم ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك للفيديو ده وتعملوا اشتراك لقناتي، لانه ان شاء الله هننزل فيديوهات اكتر عن باقي اجزاء الوش. بالنسبة للأدوات اللي أنا استعملتها في الفيديو ده، أول حاجة هو قلم سنون 2B وقلم رصاص عادي 8B وستم وأستيكة ومثلث أو مسطرة أو أي حاجة نقيس بيها. وقبل ما ندخل في الرسمة الأساسية حابة بس أعمل لكم سكتشين بسرعة عن الشكل البدائي للأنف، بمعنى أن احنا نحول الأنف لشكل هندسي بسيط جدا بالنسبة للأوتلاين وكمان للتظليل. لو جينا نبسط الاوتلاين بتاع الانف هنلاقي ان هي مكونة من مستطيل طويل، وتحت المستطيل ده في كورة اللي هي مقدمة الانف، وعلى الجانبين بتوع الكورة في مستطيلين صغيرين، وده تقريبا شكل البدائي للانف. بعد كده هنتكلم عن التظليل البدائي للانف، ازاي نبسط التظليل بتاع الانف لأسهل حاجة ممكنة. هنلاقي ان الانف منقسمة لثلاث اقسام، المستطيل الطويل اللي في النص ده اللي هو الجسر بتاع الانف، ده اكتر منطقة بيكون فيها اضاءة. بعد كده الجانبين بتوع الانف ودول بيكون اضاءتهم متوسطة، يعني مش غامقين قوي ومش فاتحين قوي. وفي الاخر بتلاقي ان اغمق حتة في الانف هي الحتة اللي تحت، وده كده تظليل بدائي جدا للانف. فلو انت حاسس ان رسمة الانف صعبة بالنسبة لك، حط في ذهنك الرسمتين دول. بعد كده ندخل في الرسمة الاساسية. هنعمل اول حاجة مستطيل، انا عملته هنا العرض بتاعه 5 سنتي والطول 10 سنتي. ممكن انت تعمله باي مقاس يعجبك، بس تراعي ان نسبة الطول للعرض هي 2:1. ولو عايز تعرف المستطيل ده هيتحط فين بالظبط بالنسبة للوش، هتلاقي فيديو عن نسب الوش تحت في صندوق الوصف، ممكن تروح تشوفه الأول. وبعد ما نرسم المستطيل ده على الضلع بتاع الطول كده، هنقسمه لثلاث أجزاء متساوية وهنقسمه بنقطتين كده مش أكتر. وأنا هنا رسمت المستطيل وبعدين مسحته علشان مش عايزاه يبان في الرسمة الأساسية، بس في نفس الوقت هو سايب أثر علشان يساعدني أن أنا مطلعش بره الحتة المخصصة للأنف. احنا قسمنا المستطيل لثلاث أجزاء متساوية، وأول حاجة هنعملها أن احنا هنرسم دورية في الجزء اللي تحت من المستطيل. طبعا مش لازم نستعمل برجل أو تكون الدايرة مظبوطة تماما، بس كده دايرة بإيدك. وهنطلع من الدايرة دي خطين لفوق، وبعد كده هناخد منحنى. وما بضغطش على القلم قوي وانا برسمهم، لان بعد شوية هنمسح الحاجات دي. وهنرسم دلوقتي اول حاجة في الخطوط الاساسية بتاعت الانف، واللي هي الفتحتين. طبعا في ناس كتير بتلاقي ان سهل عليهم يرسموا اول فتحة، بس بعد كده لما يرسموا تاني فتحة يلاقوهم مش شبه بعض، وده بيعمل مشكلة. فعايزة اقول لهم بس ان اصلا في الطبيعي ان الفتحة اليمين مش شبه الفتحة الشمال 100%، وان عند اغلب الناس الفتحتين دول مختلفين، ممكن يكونوا مختلفين قوي او مختلفين حبة صغيرين، بس في الاخر هما مش شبه بعض 100%. بعد ما نخلص الفتحتين هناخد خط من تحت ويطلع على فوق، تقريبا بيكون متجه لقمة الكورة اللي احنا رسمناها في النص. وكده خلاص احنا عندنا الشكل الرئيسي بتاع الانف، فهنمسح الحتة اللي في النص وهنبتدي التظليل. اول حاجة هنظللها الحتة اللي فوق اللي عند المنحنى، الحتة دي بتكون جنب العين وبتكون غائرة قوي وداخلة لجوه، وعشان كده بظللها جامد وبظللها بقلم تقيل شوية. وطبعا اي حاجة بنعملها في الناحية اليمين بنعملها برضو في الناحية الشمال. وبعدين هنبتدي ندمج شوية بالستم، واحنا بندمج بنسحب الظل لتحت، وبدون ما نستعمل قلم ولا حاجة هنحط شوية ظل في الحتة اللي في النص بالستم. هو بيبقى فيه كده شوية رصاص صغيرين، فلما بنمسح الحتة دي بيدي كده ظل خفيف، وده المطلوب في النص. بعد كده بنرجع للجزء اللي تحت وبنوصل الجانبين بتوع الانف بالمستطيل اللي في النص، وبنبتدي نظلل الحتة دي لحد ما ننزل تحت،
وبنظلل الحتة اللي تحت وبعد كده نرجع لفوق من الناحية التانية. وخلي بالك ان الحتة اللي في النص دي منطقة نور، فانت بتظلل حواليها، بتظلل حوالين الكورة اللي احنا مسحناها في الاول. وبرضو كل ما بنظلل حاجة بنقوم ماسكين الستامب ودمجينه كويس. بعد كده نفس اللي احنا عملناه فوق هنعمله تاني، اللي هو ان احنا هنستعمل الستامب نفسه وهنظلل بيه الكورة اللي احنا مسحناها بس من فوق، ومش بنظللها بالقلم لان احنا عايزين الحتة اللي فوق يكون الظل بتاعها خفيف شوية، مش زي حوالين الكورة من تحت الظل بيكون تقيل. بعد كده بنيجي للفتحتين بتوع الانف، وخلي بالك ان الفتحتين دول هما اغمق حاجة في الانف كله، فهنضغط على القلم جامد واحنا بنظللهم، وهنبتدي بظل قوي جدا من فوق وبعد كده ندرجه شوية كل ما ننزل لتحت. وطبعا كل ما بنخلص حتة بنقوم دمجينها بالستامب. وبعد كده هنطلع تاني فوق وهنزود شوية ظل عند الحتة اللي جنب العين، وهننزل تحت ونتقل الخطوط بتاعة الجانبين بتوع الأنف، وبعد كده كمان هنتقل الظل اللي هو المحيط بالكورة اللي في النص. لو فاكر تظليل الأنف بتاع السكتش قلتلك ان الحتة اللي تحت خالص بتاعة الأنف دي اكتر حتة فيها ظل. بعد كده لما غمقت المحيط بتاع الكورة حسيت ان شوية تجويف بقى فاتح، فتقلت عليه، وكمان تقلت على الجلد اللي هو تحت الفتحة بتاعة الأنف. بعد كده على الجانبين بتوع الأنف هندي شوية ظل متوسط، لان زي ما اتفقنا في الاول الجانبين دول بيكونوا الدرجة الوسط بين الفاتح قوي والغامق قوي. بعد كده هنكمل التأكيدات بتاعة الظل. زي ما انت شايف انا بدأت بظل خفيف وكل شوية بتقل الظل، بس لان انت ما ينفعش تبتدي بظل غامق قوي، لان دايما في حاجة اسمها بناء اللون، يعني بتبتدي فاتح وكل ما تحس ان انت محتاج تغمق بتغمق اكتر، بس ما بتبتديش بحاجة غامقة قوي. وبعد ما نخلص التأكيدات هنبتدي نعمل الظل اللي هو تحت الانف. طبعا لان الانف منطقة بارزة فبتنزل تحتها ظل. الظل ده ليه اشكال كتيرة، فانا في الفيديو ده عملت شكل منهم، بس طبعا مش ده دايما الشكل اللي انت بتشوفه تحت الانف. والظل ده كده شبه المثلث اللي نازل لتحت. وبعد ما نخلصه هنكمل في التأكيدات اللي احنا كنا بنعملها. وبس كده تقريبا الانف كده خلاص خلصت، مش باقي غير شوية تعديلات بسيطة زي ما باين في الفيديو. ان شاء الله يكون الفيديو مفيد، والسلام عليكم.